ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف التاسع؟ نحن اليوم مع درس جديد من دروس الرياضيات قسم الجبر، بعد أن أنهينا وحدة كاملة أو بحث كامل في قسم الهندسة ننتقل إلى قسم الجبر. اليوم سوف نتكلم عن قواعد قابلية القسمة ضمن درس بعنوان الأعداد الأولية. يجب علينا أن نفهم هذه القواعد ونعيها بشكل جيد لكي نستطيع حل تمارين قابلية القسم والأعداد الأولية. لدينا 6 قواعد لقابلية القسم. القاعدة الأولى تقول: يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان آحاده صفرا أو عدد زوجي. متى ما كان الآحاد صفر، لاحظوا 20 أو 70، أو عدد زوجي 2 أو 4 أو 6 أو 8، فالعدد يقبل قسمة على 2، ف148 تقبل قسمة على 2. طبعا لا ننظر إلى العدد ككل، وإنما ننظر إلى الآحاد فقط. الآحاد 8 فهو يقبل قسمة، الآحاد هنا 6 فالعدد كله يقبل قسمة على 2. القاعدة الثانية تقول: يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3. فهنا يجب علينا أن نجمع الآحاد مع العشرات، أرقام العدد نجمعها مع بعضها البعض. 5 + 4 = 9، التسعة مضاعفات 3، فالعدد ككل يقبل قسمة على 3. 501 هل يقبل قسمة على 3؟ نجمع 1 + 0 + 1 + 5 = 6، الستة مضاعفات 3 فهو يقبل قسمة على 3. 369 أيضا من مضاعفات مجموع أرقامه 18 من مضاعفات 3 فهو يقبل قسمة على 3، وأيضا 72. القاعدة الثالثة تقول: يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان آحاده صفرا أو 5. متى ما كان الآحاد صفر صفر فالعدد يقبل قسمة، أو كان الآحاد 5 5 5 فالعدد ككل يقبل القسمة على 5. يقبل العدد القسمة على 6 إذا كان يقبل القسمة على 2 و3 معا. إذا حتى يقبل على القسمة على 6 يجب أن يتوفر فيه شرطان. الأول يجب أن يكون آحاده زوجه حتى يقبل القسمة على 2، ثم يجب أن يكون مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3. فهنا 252، لاحظوا العدد آحاده زوجه فهو يقبل القسمة على 2، ومجموع أرقامه 9 يقبل القسمة على 3. قبل القسمة على 2 و3 معا فهو يقبل القسمة على 6. القاعدة الخامسة تقول: يقبل العدد القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 9. ما هي مضاعفات العدد 9؟ انظروا معنا هنا، مضاعفات العدد 9 هي 9 18 27 36 45 54 إلى آخره. حتى يقبل عدد القسمة على 9 يجب أن يكون مجموع أرقامه من مضاعفات 9، ف333 مجموع أرقامه 9، إذن يقبل على القسمة على 9. 72 مجموع أرقامه أيضا 9، يقبل القسمة على 9. 405 مجموع أرقامه 9، يقبل القسمة على 9. و693 مجموع أرقامه 18 وال18 مضاعفات العدد 9 فهو يقبل القسمة على 9. وأخيرا وأسهل شيء، يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان آحاده صفرا. متى ما كان الآحاد صفر فهو يقبل القسمة على 10، لا ننظر إلى العشرات أو المئات. فلاحظوا 70 يقبل على 10، 600 يقبل على 10، 450 يقبل على 10، 670 يقبل القسمة على 10. هذه قواعد قابلية القسمة، سوف نستخدمها في قواسم عدد ونستخدمها في برهان العدد أولي أم لا. طيب، في عندنا فكرة أخرى في هذا الدرس هي مضاعفات عدد، سهلة وبسيطة. مضاعفات عدد، لاحظوا مضاعفات 3 هي 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30، ما انتهت 33 و36 و39. فلاحظوا يا جماعة بأن مضاعفات عدد غير منتهية. هل تنتهي؟ لا، إذا في 42 وفي 45 وإلى آخره، إذا مضاعفات عدد لا تنتهي أبدا. أيضا مضاعفات 5 هي 5 10 15 20 25 إلى آخره، غير منتهية. ومضاعفات 9 9 18 27 36 45 54 63 62 81 90 إلى آخره.
غير منتهية، ملاحظة مضاعفات عدد غير منتهية. طيب تعالوا بنا لنرى قواسم عدد. تكلمنا عن مضاعفات عدد، طيب ما هي قواسم عدد؟ قواسم عدد هي الأعداد التي إذا ضربتها بنفسها ينتج العدد، أو هي الأعداد التي تقبل القسمة على العدد المعطى. فإيش في عندي أعداد تقبل القسمة على 12؟ هي قواسم الـ 12. طيب قواسم الـ 12 لاحظوا هي الواحد و12، لأنه إذا ضربت واحد في 12 بيطلع 12، لأنه إذا قسمت 12 على واحد بيقبل القسمة، و12 على 12 بيقبل القسمة. ايضا الاثنين مع الستة والثلاثة مع الاربعة، فقواسم الاثناعش هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. ست ارقام هي قواسم الاثناعش، ست ارقام تقبل قسمة على اثناعش فهي منتهية. اذا قواسم عدد منتهية بينما مضاعفات عدد غير منتهية. قواسم الاربعة وعشرين واحد اربعة وعشرين، والاثنين مع الاثناعش والثلاثة مع ثمانية والاربعة مع الستة. كل من هدول الأعداد ضربنا 1 مع 24 بيطلع 24، و2 في 12 بيطلع 24، و3 في 8 24، و4 في 6 24. فقواسم ال 24 أيضا منتهية. ال 16 1 مع 16، وال 4 مع ال 4 بس بنكتب 4 وحدي. ال 32 1 مع 32، و2 مع 16، وال 4 مع 8. 1 مع 15، ال 1 مع ال 15، و3 مع ال 5. ال 9 1 مع 9، والثلاثة مع ثلاثة نضع ثلاثة واحدة. لاحظوا إذا قواسم عدد منتهية. أيضا في عند الإدعش واحد مع الإدعش فقط، ما لها غير قاسمين. السبعة واحد مع سبعة، الخمسة واحد مع خمسة، الثلاثة واحد مع ثلاثة، الاثنين واحد مع اثنين. فلاحظوا هذا النوع من الأعداد اللي تحت الخط، لاحظوا هذا النوع لا تملك سوى قاسمين فقط، لا تملك سوى قاسمين فقط، الواحد ونفس العدد، الواحد ونفس العدد، الواحد ونفس العدد. فهذه الأعداد التي لا تملك سوى قاسمين فقط، أو التي لا تقبل قسمة إلا على الواحد ونفسها، نسميها أعداد أولية، أعداد أولية. طيب ما هو تعريف العدد الأولي؟ تعالوا نشوف ما هو تعريف الأعداد الأولية. الأعداد الأولية هي الأعداد التي لا تملك سوى قاسمين فقط، ليس لها ثلاث قواسم وإنما قاسمين فقط. وأيضا هي الأعداد التي لا تقبل قسمة إلا على نفسها والعدد واحد. فهناك تعريفين للعدد الأولي، لا يملك سوى قاسمين فقط، أو لا يقبل قسمة إلا على نفسه والعدد واحد. معناته العدد واحد هل هو عدد أولي؟ العدد واحد غير أولي، لأنه يملك قاسم واحد فقط، بينما تعريف الأعداد الأولية تملك قاسمين. العدد واحد ماله غير قاسم واحد، فالعدد واحد ليس أولي. طيب ملاحظة، ملاحظة تقول لا يوجد لدي عدد أول زوجة إلا الاثنين، لا يوجد لدي عدد أول زوجة إلا الاثنين. فالأعداد الأولية تبدأ باثنين، ثلاثة، خمسة، سبعة، 11. طيب التسعة ليس أولي؟ نعم ليس أولي، لأن التسعة يقبل قسمة على ثلاثة، فهو ليس أولي، يملك ثلاث قواسم. هذه الأعداد الأولية، وهذه فكرة قابلية قسمة. ولدينا وظيفة، اكتب خمسة أمثلة لكل قاعدة من قواعد قابلية قسمة. لاحظوا شنو أنا كتبت هون أمثلة، بدي خمس أمثلة لكل قاعدة من قواعد الستة. والسؤال الثاني، اكتب قواسم الأعداد التالية وبين أيها أولي. في عندي أعداد نكتب قواسمها ونبين أيها أولي. الاثنين، الثلاثة، واحد وعشرين، اثنين وأربعين، ثمانية وأربعين، ستة وثلاثين، سبعة عشر. الوظيفة على الخاص. بارك الله بكم.